مدينة جسر الشغول التي يقصفها النظام في هذه الهدنة أو بدون الهدنة منذ أن تم تحريرها. نحن في قناة الجسر الفضائية ندخل هذه المدينة للاطلاع على الدمار الذي حل بها. منذ أن تم تحرير مدينة جسر الشغول من قبل الثوار والمجاهدين، النظام يقوم بقصف هذه المدينة بالبراميل المتفجرة والصواريخ الفراغية. واليوم هو أحد أيام الهدنة. قام النظام النصيري والطائرات الروس وميليشيات حزب الله بقصف مدينة جسر الشغول بأحد الصواريخ والبراميل المتفجرة، ومما أدى دمار شامل في هذه المدينة منذ بداية تحريرها إلى حد الآن. واليوم هو أحد أيام الهدنة. والله بالنسبه لمدينه جسور الهندي الشكليه، يعني بس على الاعلام وعلى التلفزيون، من اول يوم تم اختراقها يعني وقصف البراميل مدينه جسور وبريفا طبعا بشكل يومي بين 4 أو 5 براميل يعني بتنزل على المدينه. شايفين انتم الوضع؟ دمار هائل افتعله نظام الاسد المجرم والمروحيات الروسيه والطائرات الحربيه ليبقى الأسد رئيسا على كرسي وهمي وبدون شعب وبدون أرض. كان معكم سادي العويني لقناة الجسر الفضائية من مدينة جسر الشغول.